أحبتي وأخواتي الكرام وكل المشاهدين الطيبين لقناتي، هلأ بأحد معالم لوس أنجلوس كاليفورنيا اللي هو مرصد جريفيث أوبزرفاتوري، اللي هو بأحد ضواحي لوس أنجلوس ويسير ببطن أو مقابل التل الشهير الهوليود اللي مكتوب عليه. وإذا يبين هون شوي الدنيا معتمة يبين معكن كتابة هوليود في بطن الجبل، وهذا النصب قدام مرصد جريفيث. هالمرصد طبعا هالمرصد دلالة على واحدة من الإشارات للنجاحات العلمية الرائعة، أحد آلاف النجاحات العلمية بالقرن 19 واللي القرن اللي بعده العشرين. ومن ضمن العلماء جان برنارد الفرنسي اللي أثبت من خلال البندول تبعه شلون إنه الأرض عم تبرم على محور بسنة 1850، وهذا مدخل البناء اللي بنوه وثبتوا فيه البندول اللي وزنه 120 كيلوغرام 240 باوند تحديدا، واللي يعطي فكرة واضحة عن دوران الأرض حول المحور. هيك عم ندخل ونقدر هلأ نشوف شلون زينوا قبة المكان وأطرافه بلوحات تدل على نجاحات العلماء عبر التاريخ والناس اللي أبدعت وفكرت لتشوف الفلك وحقائقه علميا. وهون نجي للباندول اللي في وسط البهو وسط مدخل البناء جريفيث أوبزرفاتوري، ونشوف فيه الكتلة المعدنية المدلاية كباندل من أعلى هالقبة ومركزها تماما وبهبوطا لأسفل هالحفرة اللي تشبه دائرة الروليت، واللي تعطي دلالات على تقسيمات الفلكية للأرض بمحاورها. طبعا من ضمن تقسيمات البناء في قاعة السماء هون مسمينا أمازون قاعة السماء، وفي القاعة المقابلة لها اللي سموها قاعة العين باسم آم ماري وجاك فيلدر علماء كمان، وكمان في صالة باسم سامويل أوشين البلانيتاريوم. طبعا واضح انه هلأ مسكرة، اجينا بوقت متأخر من اليوم، مزينة بلوحات مضيئة كل وحدة إلى شرح علمي معين عن كواكب المجموعة الشمسية اللي أساساً نظروا لهم قبل ما يشوفوهم بقوة اللي شافها الإنسان بمنتصف ونهاية القرن العشرين. وهي تتمت اللوحات الأحدث من التلسكوبات الحديثة اللي الإنسان قدر يبتكرها ويبعثها للفضاء الخارجي، وآخرها الصيحات الحديثة اللي قدروا يكتشفوا شيء أبعد من المجموعة الشمسية. بقى الأقسام درب التبانة هي المجموعة تبعنا، وطلعوا للفضاءات الأخرى.